نبقى في حمص حيث تمت تسوية أوضاع أكثر من 350 مطلوبا بعد تسليم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة من قرى تل الشور والربيعة والغاصبية وجديدة العاصي والطنبة والمشاهدة وقرى أخرى. وتعهد من تمت تسوية أوضاعهم بعدم العودة لحمل السلاح واللجوء إلى أي جرائم تخريب، بل المشاركة ببناء الوطن ومحاربة الإرهابيين. انا متى بدي اقول لك نتلاعب عقلنا ونسلحين ضحكوا علينا، وهلا الحمد لله رجعنا العقل الصواب انه نسلم حالنا ونرجع لحضن هالوطن ولا الجيش. اتمنى من كل مسلح يحبوا مثل ما حبينا ويجي ويسلم سلاحه، اسلم له وافضل له ونرجع احبابه واصحابه، واحنا كلياتنا مواطنين سوريين اخوه واجينا لحالنا، ما حدا جبرنا على شيء. بنوب جيت قدمت وسلمت الباروده اللي كنت احملها، والحمد لله رب العالمين كانت المعامله كويسه وتمام، واخواتنا اخر شيء هن اللي حامينا وهن نحن بدنا نتكاتف سوا، يعني جيش لنا والوطن لنا، بعد الدوله نحن ما بنسوى شيء. تغرر فيهم هذا تغرر شيء فاضي، يعني ليش خسرنا؟ شو كسبوا لنا كم دولار؟ تغرر فيهم بده يسلموا شيء شغله، بس خسرنا كرامتنا، خسرونا كرامتنا. شيخ مثل ما عرفنا انه حضرتك جمعت الشباب مشان يسلموا حل، شو الدافع اللي خلاك تعمل مثل ما قال؟ نحن بالنسبه للدافع، نحن سورية ما من شماليه، لا بكير ولا بليل، الواحد ولو اكثر منا بهالوطن ونحن ولاد هالوطن. نحن للاسف سوريا خسرت الامن والامان صراحه، يعني وهلا لو في مثل ما قال كنا عايشين مثل الاول، ما في داعي هلا سوريين طالعين على الاعلام، كان نحن عايشين مثلنا مثل اي انسان، نحن كنا من العالم نحسد على امن سوريا واستقرار سوريا.